معنا من كابول الكاتب والباحث السياسي السيد نصير أحمد طاهري. سيد نصير أهلا بك. يعني دعنا نبدأ الأول من مطار كابول، كيف تتصرف طالبان في المطار؟ طبعا لا شك أن الأوضاع في مطار سيئة ومتأزمة جدا منذ دخول طالبان إلى كابول، و يعني بعد سماع المواطنين الأفغان عن التحاق بعض الأشخاص بالطائرات العسكرية الأمريكية في اليوم الأول، بدأت مجموعات يعني متعددة ومن مختلف الولايات وصل، وحتى الآن حسب أنباء سمعنا أن هناك من جميع أطراف مطار كابول هناك أشخاص ما زالوا يعني يترددون ويأتون إلى مطار كابول. أزمة المطار يعني مشكلتها أن الأجانب أو العسكريين الأمريكيين الموجودين داخل المطار لا يسمحون بدخول المواطنين، ومن جانب آخر في خارج المطار طبعا عناصر طالبان طبعا لا يوافقون على خروج الأفغان ويطمئنونهم بأن أفغانستان يعني سيكون آمنا وما إلى ذلك من الوعود. أعتقد أن الأزمة ما زال قائما، وحتى ليلة أمس كنا نسمع إطلاق نار كثيف ولأجل تفريق الحشود الموجودة هناك طبعا، لكن اليوم كان هناك إقلاع طائرات بأعداد كبيرة لإجلاء المواطنين للبعثات الأجنبية. طيب، وكذلك سمعنا عن بعض في العاصمة كيف أصبحت الأوضاع سيد طاهري؟ ما هو المختلف الآن بعد إحكام طالبان قبضتها على الحكم في كابول؟ طبعا خلال اليومين الأولين من دخولهم الكابول كان هناك يعني أمن نسبي، والمواطنون اطمأنوا بعدم وجود مشاكل ومضايقات من قبل أي شخص من عناصر طالبان في ظل غياب عناصر الحكومة الأفغانية السابقة. لكن بمضي الأيام يعني منذ كم يوم نشهد هناك إطلاق نار في مختلف مناطق كابل، وهذا يعني سببه تأخر عملية مفاوضات السلام من ناحية، ومن ناحية عدم وجود حكومة أو عدم وجود نظام وإغلاق المراكز والبنوك في العاصمة. كل هذه الأشياء أو الأمور بدأت الأمور تزداد سوءا، والناس طبعا بالآلاف يتجمعون أمام السفارات وأيضا أمام مطار كابول، وأيضا هناك أشخاص أو مواطنون بدأون يرحلون إلى الولايات من أجل ربما حصول حروب في كابول، لأن هناك ما زال عناصر الحكومة السابقة متواجدون. وبالحديث عن عناصر الحكومة السابقة سيد قادة طاهري، هؤلاء القادة وعناصر الحكومة طالبان كانت وجهت دعوة إلى مشاركتهم في الحكم، هناك مشاورات تجري مع شخصيات سياسية، أولا كيف تسير ومن الآن يحظى بقبول لدى طالبان، من الممكن أن يشارك بالفعل في حكومة طالبان؟ طبعا المشكلة هنا فقد الثقة بين الأطراف سواء طالبان أو المجموعات السياسية الأخرى. المجموعات الموجودة حاليا في كابول وعلى قرب ومشورة مع طالبان هم كما ذكرتم في التقرير حامد كرزاي وعبدالله عبدالله، إضافة إلى قلب الدين حكمتيار رئيس الحزب الإسلامي، وأيضا رئيس مجلس الشورى فضل هادي مسلميار. هذه الشخصيات الموجودة الذين يقومون بالتشاور والمفاوضات مع طالبان في ظل قيادات بارزة للأحزاب الأخرى، وبعضهم يتواجدون في باكستان من أجل يعني حصول إقناعهم للحضور في هذه المفاوضات. وأيضا هناك كما ذكرتم في التقرير النائب الأول السابق وكذلك أحمد مسعود ابن أحمد شاه مسعود، هناك شكلوا جبهة في ولاية بنشير، وهذا بالضبط كان سؤالي في أقل من دقيقة استراتيجية. سيد طاهري، هل هو يعني هذه الجبهة هي جبهة مقاومة، هل الشارع الآن مستعد لمقاومة طالبان؟
طيب نعم، حسب معلوماتنا يعني أن القادة والجهاديين السابقين المعروفين أكثرهم اجتمعوا في بنشير، سواء كانوا من نفس الولاية أم من ولايات أخرى، اجتمعوا هناك وتشكلوا وشكلوا يعني عناصر مجهزة بجميع الأسلحة والطائرات حتى والدبابات، فلذلك المنطقة تعتبر منطقة استراتيجية، والحرب في تلك المنطقة لا تكون لصالح الذي يأتي إلى هناك للحرب، ولكن يكون في صالح الموجودين أو المتواجدين هناك، لأن الساحة فيها جبال وعرة، وهؤلاء يعني متعودون ولديهم خبرة في الحرب السابق مع الاتحاد الروسي في بنشير. نعم نعم طبعا. نعم وصلت نعم الفكرة، شكرا جزيلا، لأنه للأسف في الحرب السابق نعم مع الاتحاد السوفيتي السابق. نعم توضحت هذه النقطة، شكرا جزيلا، وقتنا انتهى من كابل. الكاتب والباحث السياسي السيد نصير أحمد طاهري، أشكرك.